بلغت 40 هو الرموز، وساكن 25 عام هادو حد ولاد في جامعة متوح، وشقا البلاد مرامي عليها واحد السيد، وهاد البلاد هادي كنحرطها 25 عام، كنت حرطها كانت كارية من عند السيدة ماتت الله يرحمها، وكرات ليا بنتها شوية باعت ليا دارت ليا بوعد بالبيع، بعد ليا بوعد بالبيع ناض السيد كان ولا عاضو صوتنا عليه، كان راجل مزيان صوتنا عليه وناض حرط ليا البلاد، وباعت ليا قالت لي شرا، قالت هي بعت لي في بلاد الماء، واللي كتبت على كل شيء، درت بيه دعوة حرات البلاد ترامي عليها، درت بيه دعوة في الخميس متوع الجماعة في المحكمة، درت بيه دعوة طلع قال لي ماني شاري، طلعوها هي عند الجدارمية قالت لي ما بيعش لي ناصب عليا، ودارت ورقة من النصب والاحتيال تهددت عليها ما خلاش تدفعها، ودابا هي قالت لي ما بيعش يبيع لي نورا ترامي عليا على البلاد حرات عليا هذه 4 سنين. سيدي وحكمت المحكمة بحكم صالحي، حكمت ابتدائية واستئناف صالحي جاء القضائي ويعطيه جراو عليه، وينفذ عليهم جاب عطيني بلاد، جاب نسيبته بركت بالبلاد، جاو جدارمية تام بركت البلاد مشاو، راني باقي مظلوم حاضر عليا، وانا خويت البلاد كنت ساكن هنا في الدار، خويت راه باقا مسدودة بغيت تمشي معايا حتى تشوفها، لا اله الا الله وصافي. منين هذاك النمرة ديالي 06 62 78 57 25 اللي بغى يتعاون معايا يخلصوا الله، فيها 2 خدامه و93 متر، فيها 2093 حارتها دايره ضريه وعاطيه لواحد الخينا دايره ضريه، دوكا كيجي يعاون القضاء كتجيك مرته تبرك في نسيبته، جات 3 سنين من 2018 باش حرتها 4 سنين، ولكن انا ملي حرتها دخلنا للمحكمه، هي حكمت في الصالحي، كيجي مفوض القضاء كيعطيها ليا نسيبته كتبرك في الارض، خاصني القضاء يعاونني يعطيني بلادي، امر الله ونخزن.